هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هو فيديو فلوج. اخيرا هرجع دبي، هاخدكم كده معايا في فلوج صغير رحلتي لدبي، والاول مره، لا تاني مره بسافر مع ليلي، بس هي المره دي بقى كبرت شويه فبتعرف تمشي. هاي صوتها اهو. هو معرفش بقى هتبهدلني في الطياره ولا ايه، بس هاخدكم كده في رحله معايا. انا كنت عايزه اصور المره اللي فاتت وانا راجعه القاهره، بس معرفتش، كنت ملبوخه جدا لان هي كانت لسه بتتشال، وكان صعب عليا ان انا اشيل الشنط واشيلها ومش عارفه ايه، وكنت لوحدي برضو. فالمره دي هي شويه يعني بتعرف تمشي، فاحاول انها ايه، احاول امشيها شويه يعني بحيث انها تخفف من عليا شويه. خلينا اوريكم بقى باخد ايه في الشنط وبحضر الشنط ازاي، والسفر مع البيبي بيكون ازاي، وايه الحاجات اللي انا باخدها، وبعمل حسابي انها تكون معايا في الشنطه. بس قبل ما انتهي الفيديو ده، ما تنسوش تعمل لايك للفيديو، كمان تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه، وكمان فولو مي على انستجرام وتيك توك، بسيب اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. دي شنطة الميك اب اللي هاخدها، فيها كل الحاجات اللي انا هحتاجها، يعني ارواج وماسكارا وكده، حاجات يعني اللي هي بتاعت كل يوم علشان ايه تبقى سريعة يعني. هاخد برضو الجاكيت ده معايا علشان لو هي سقعت الطيارة دايما بتبقى برد وكده، هو ده الشتوي اصلا، بس يعني هاخده معايا احتياطي، وهشوف بقى هي هتلبس ايه، والجزمة والحاجة بتاعتها، وهحط الباقي بقى في الشنط. هاخد لها كمان البنطلون الاسود ده، ده اللي هتلبسه يعني، مش عارفة بقى لسه هتلبس جزمة سودة. بفكر اخد لها التيشيرت ده، هو نص كم، وعلى التانية يبقى حلو يعني، لو حست بالبرد او حاجة نلبس الجاكيت عليه، شكله حلو قوي، اول مرة تلبسه كمان فشكله حلو. ده يبقى الطقم بتاعها، فهختار لها جزمة كده بقى. هاخد الجزمة دي، ملهاش لازمة هعينها يعني في الشنطة، احطها بس في كيس علشان ما تبقاش كده على الهدوم، بس انا بحب شكلها قوي، شكلها حلو قوي، شكلها شبه الجزم بتاع الكبار بس على صغير، فتحس ان شكلها خطير يعني. كروكس كمان، ما ينفعش ننسى الكروكس، اهم حاجة ده. اكتفي بكده مؤقتا بقى الشنط، اي حاجة في الاخر يعني، الشنطة الزرقاء دي خلاص خلصت، اي حاجة بقى تانية هفتكرها هحطها في الشنطة البينك دي، واصلا الشنط مش تقيلة، مش قافلة حاجات كتير، بس هحضر بقى الشنطة الصغيرة دي علشان تبقى دي اللي انا هاخدها، هحاول اخد دي بس معايا، فعشان ما يبقاش فيها حاجات كتير وكركبة كتير واشيل شنط كتير، فهحضر دي بقى واخد فيها الحاجات المهمة بس. هاخد كمان الماوس واش ده، وهاخد المعجون اسنان بتاعي، والعدسات كمان، دي حاجة مهمة عشان ما انساهاش. طبعا ايه، حاولي تحطيهم بقى لو عندك شنطة مخصصة للسفر، حاولي تحطيهم في شنطة مخصصة عشان ما يدلقوش او يبهدلوا الشنطة وكده، خليهم في حاجة تكون مقفولة واقفليها كويس. هاخد ببرونتين بس، كفاية قوي لان هي معدتش بتعتمد كتير يعني على اللبن، فكفاية قوي اتنين. طبعا هملاهم مية، بس هملاهم بقى ايه الصبح، هي الطيارة الساعة 12 الظهر، المفروض نبقى هنزل الساعة 7 الصبح يعني. هاخد كمان علبة لبن. والبوتل بتاعه الميه، بص شكلها حلو قوي، بحب قوي الحاجات دي. انا بجيب الحاجات بروح اشتريها عشان الحاجات اللي عجباني دي. هاخد كمان ده عشان لو جعت ولا حاجه، بس انا عارفه انه ملوش لازمه وانا جايباه مخصوص عشان كده اساسا، بس يعني احتياطي احتياطي. هاخد كمان بقى حبه دايبرز كده على قد ما تقدري تحطي، بس دول يعني 5 كفايه بيتهيألي حلوين. وفي حاجة كمان مهمة جدا، وهي القلم. القلم ده مهم جدا عشان بيطلبه في مطار القاهرة، ان انت تبقي مش تقعد تملي بيانات وحاجات كده، فده لازم يبقى موجود، ماست هير. ما ينفعش ننسى اهم حاجة في التاريخ، وهي الباسبور، ده اهم منك انت شخصيا، وكمان شهادة التطعيم برضه هحطها في الشنطة عشان يبقى كلهم جنب بعض. انا مش عايزة اخد شنط كتير، فها ايه، حاول ان انا كده احط كله في سلة واحدة. بصوا شكلها بقى عامل ازاي،
يعني عشان متقسمه وكل لها بجيوب كده، فايه الدنيا حلوه شويه. لسه ساعة ونص بس، يعني المفروض اميريتس تقف هنا اصلا، مش الناحية دي. شفته قبل كده السلم ده ومش عارفة الممر ده وهو بيركب، اول مرة اشوفه هما بيعملوه، دايما بعدي فيه بس انا ما بشوفوش.